تعاني الكثير من المدن والعواصم حول العالم من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وصل لساعات في ظل ارتفاع درجات الحراره غير المسبوقه فضلا عن تفاقم ازمه الطاقه التي تضرب اوروبا نتيجه لتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه مع ارتفاع درجات الحراره لمستويات غير مسبوقه تعاني الكثير من دول العالم من انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي وذلك تخفيفا للاحمال في ظل موجات الحر وزياده الضغط على شبكات الكهرباء التغيرات المناخيه وموجه الطقس الحار وزياده الاستهلاك عصفت بامال الاوروبيين في قضاء اجازه صيف هذا العام كالمعتاد حيث اجبرت تلك الاسباب اكبر اقتصادات اوروبا على قطع التيار الكهربائي لساعات طويله ازمه نقص الغاز في اوروبا فضلا عن مشكله الصيانه في العديد من محطات الطاقه النوويه الفرنسيه زادت من مخاطر عدم قدره بريطانيا على تامين الغاز الذي تحتاج اليه او واردات الكهرباء التي تتلقاها عاده من دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا السلطات البريطانيه بدات في تطبيق القطع المبرمج للتيار الكهربائي لمواجهه نقص امدادات الطاقه في ظل ارتفاع درجات الحراره فيما باتت احياء باريس عاصمه النور في ظلام دامس لساعات على مدار اليوم في ظل تفاقم ازمه الطاقه التي تضرب اوروبا نتيجه تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه ارتفاع درجات الحراره في الصين تسبب في استخدام الطاقه الكهربائيه بشكل اكبر نتيجه استخدام المكيفات وانقطاع الكهرباء مما ادى الى زياده الضغط على شبكه الكهرباء وتعطل التيار الكهربائي في بعض المناطق في البلاد فيما تضطر بكين الى استخدام محطات الفحم بصوره اكبر لتلبيه الاحتياجات المتزايده جزيرة صقلية في إيطاليا تعاني انقطاعًا متكررًا للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجددًا. وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية، كما عانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه المسؤولون إلى موجة الحر غير المسبوقة. وفي الولايات المتحدة نصحت السلطات المواطنين في عدة ولايات بتوخي الحذر والحيطة في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزاء البلاد، كما حثت السلطات في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس وغيرها من الولايات بالحد من استخدام مكيفات الهواء وضبطها على درجة حرارة تتراوح بين 25 و 26 درجة مئوية بغرض تجنب الانقطاع المحتمل للكهرباء